شيل الوزن اخره. كفايه كابتن مش قادر. ما حدش يقول لي كفايه. انت زي ابو خرع من 40 سنه ما عرفش يشيل الوزن ده. جبت اخره كابتن. قوم قوم اتفضل. جبت اخري. روح العب على البتاع اللي هناك ديت. ما حدش يقول لي جبت اخري. الحق دولا ده ماسك كرباج يا عم. يعني احنا بدل ما كنا نتضرب في الخناقه هنيجي نتدرب في... هنتضرب في التدريب. يلا بينا. ما حدش يتحرك من هنا. دخول الحمام زي دخول وخروجه. ايوه حضرتك حضرتك احنا هنبقى هنتكل على الله بقى. يعني احنا كنا جايين نتدرب يعني حضرتك. ما حدش يقول لي هنتدرب هنا إيه للي حدد. طيب يا كابتن معصعص يعني احنا هنتدرب امتى؟ اه معصعص مدلعني مدلعني. لا ما يقصدش حضرتك حضرتك ما يقصدش ان هو يدلع حضرتك. دي زلفة لسان. هو يقصد يعني يسألك احنا هنتدرب امتى بقى. انا اللي حدد. محدش يحدد. حاضر حاضر. انا كابتن عصوصة حايز على الاولمبياد كلها في العظمة الذهبية في اولمبياد بنا. محدش يقول لي امتى. حاضر مش هنقول لك امتى. طب امتى؟ طيب هو يا ابني كده امتى؟ مش الاول يحصل انترفيو وبعدين تملوا الابلكاشه. حضرتك تقصد الابلكيشن يا دولا. ابلكيشن ايه؟ هي اسمها الابلكاشه عشان تبقى زي الدولاب كده زيهم يا عم. انت كويس هلا. انت كويس هلا ويجي منك هلا. طب حضرتك يعني يا كابتن انا كويس ويجي مني ولا ايه؟ كتر الكلام معاك كتير مش هجيب نتيجة. على حضرتك يعني انا هيجي مني ولا ايه؟ دي صورة حضرتك وانت من غير الكرباج. طيب حضرتك بالنسبة لنا يعني هنعمل ايه؟ المطلوب مننا عشان التدريب؟ حضرتك انا قبل كده اتدربت يعني كنت بتدرب جمباز. قعدت لعبت جمباز فترة طويلة يعني لعبت يومين مثلا. بس مرة وانا بنط من على الحصان على المرتبة ما لقيتش المرتبة فوقعت اصبت حضرتك. وانت هلا. انا اللي شلت المرتبه من تحتيه حضرتك. ايوه دول كنت عايز انام يا عم بقى. السؤال الثاني يا هلا. وخد بالك من السؤال الثاني عشان الحويس. حاضر 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 حاضر. ما هي دوافع التدريب؟ حضرتك انا في عيال عكس اختي يعني حضرتك وبعدين اتفقت معاهم ان هيبقى في خناقه بعد اسبوعين فكان لازم ان انا اتدرب حضرتك يعني الاسبوعين دول حضرتك يعني. دوافع لا بأس بيها. حضرتك انا خطتي عباره عن ايه بقى؟ انا هخلي الخصم يقعد يضرب فيا يضرب فيا لغايه ما يتعب وبعد كده اقوم انا داخل منوله 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 جايبه على الارض. محدش يحدد الخطه دي استراتيجيتي انا. محدش يحدد. العب. ده حاوي يا دولا ده حاوي. استنى 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 هيطلع نار من بقه. اصبروا. اتقل. دوافع خالة. انا توافع تدريبي ان انا اتشغل عنده يعني وهو هيطردني لو ما دخلتش مع الخناقة دي يعني حضرتك. دوافع لا بأس بيها. دوافع لا بأس بيها. ربنا يخليك يا كابتن معصعص. السؤال التالي وهو صعب قوي وهو خارج الاسئلة اللي انا كنت حاططها في الابلكاشة. مين اللي كان بيلاقي اختك هالة؟ حضرتك مش ماجنس ولمونة حرنكش. يالا كشكش فسفس وليمونه مصمص. يالا فسفس حس حس وليمونه عرق عرق. دي بقت معركة تالا. انتوا الاتنين على مشمش وانا سيبني على الكابتن امله. اطحن جامد يلا اطحن جامد عشان ده كله بقى يتحول للعضلات في الجسم عشان معاه الخناقه. دولا هو الاكل الكتير ده هو اللي بيطلع عضله البطن؟ ايوه. اول ما تطلع لك عضله البطن بقى اي بنيه حد منهم يديها لك ايده توجعه يلا. الا ما بان عليكوا تمرين ولا حاجه. امال فين العضلات؟ عضلات
يا ماما العضلات دي موضه قديمه، احنا دلوقتي بنربي عصب الاول. ربي يلا ربي. دول على فكره في، انا حاسس ان عضله الرجل بتاعتي بقت ضخمه قوي على فكره. كويس يلا، لان كده عضله الرجل اما تيجي تضربهم بالشلاليت يا نهار اسوح، رجلك ما جرالهاش حاجه. وكل عظم يلا كل عظم. عادل عادل، البتاع دي انا هعمل بيها ايه؟ هعملها شوربه ولا هقلي بيها سمك بدل الدقيق؟ النبي يعني خدت معادل، اعملي لي طبقين كده بس حط عليهم شويه جوز الهند كده وزبيب. يا غبي غبي يلا، انت فاكرها مهلبيه يلا؟ لا ده ما بيتعملش كده خالص. بص يا ماما اعملي لنا سندوتشات ناخده معانا واحنا رايحين الجيم. حاضر يا حبيبي. عادل يا عادل، الكالوريز اللي في الباودر ده لازم يتحرق والا هيعمل ترسبات على الكبد. خلاص يا رانيا، نبقى نبلع لهم يا دول بقى يعني قرصين فحم كده. لا انت ابلع كميه فحم كبيره، وبص الكبريت ده خده ولعه وابلعه بعد الفحم ده، يديك طاقه يالا. انا الخناقه ميعادها امتى ان شاء الله؟ في القهوه. بتسالي ليه؟ عشان نيجي نتفرج او نعزي. بس مش فيكم طبعا، فيهم اكيد يعني. هتعزوا فيهم ان شاء الله قريب. يلا كلينكس كلينكس بسرعه. زورت زورت زورت. اكيد بلعت العظمه يا غبي يا غبي، قلت لك قرقشها الاول. بتتعامل مع الاكل ككلب. يلا سلام عليكم. سلام يا ياسمين. عادل عادل. ايوه ماما. خد سندوتشات البودر. كويس، هي السندوتشات اللي يفضل نبقى ايه؟ ناخد. يلا. طمني، انت خسيت ولا ايه؟ طب والعضله دي كده دول بسرعه هي زي دي؟ انت بتترعش ليه يالا كده؟ هايل هايل هايل، احنا وصلنا لمرحله عضليه في زمن قياسي. ده فاضل له كتير بقى، ده لسه طبعا. حضرتك يعني ايه؟ دول انا سعانه دول بقى، ما تخليهم يوطوا التكييف ده. دول يا ادم، انا قلت لك البس بلوفر تحت الفلينه، انت ما بتسمعش الكلام. هو ده المطلوب، هو ده المطلوب كده. وصلنا لمرحلة ان احنا ممكن نتدرب 8 ساعات دون اي ارهاق. حضرتك نتدرب 8 ساعات ازاي؟ هو احنا كنا بنتدرب لمدة اسبوعين عشان نتدرب. دي استراتيجيتي، محدش يدخل في الاستراتيجية بتاعتك. كابتن معسعس، انا جسمي مش حاسس بيه والله. هو ده المطلوب، هو ده المطلوب. ايوه، انا خطتي اللي قبل كده الخصم يقعد يضرب 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 لحد ما يزهق، اول ما يزهق هيمشي ويسيبك. حضرتك يعني بس دي خطه عجيبه يعني. ولا خطه عجيبه ولا حاجه، دي كانت خطتي مع الكابتن امله. يفضل يضرب 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 يضرب. ايوه بس للاسف ما زهقش مني، هراني ضربه وافترى عليا. معلش معلش، الحمد لله الحمد لله. يعني حضرتك تفتكر يعني يا كابتن عصعوسه ان شاء الله خير يعني؟ ان شاء الله باذن الله هنسمع سمع خير، او نسمع سمع هس. طب يا كابتن عصعص، يعني انت مش جاي معانا الخناقه بكره ولا ايه؟ مين اللي يروح معاك انا؟ مين اللي يروح؟ انا ما بروحش اي حته، الكابتن اهم لو ممكن يفتري عليا. كابتن عملاق وصل.